نحن نخلق الرحمات بأيدينا، نكون غيثاً لأطفال تستحق أن ترسم بسمة على وجوههم، إذ يستمر فريق مارت التطوعي بأقصى طاقته لتقديم وتجهيز مساعدات مختلفة للأطفال في المناطق المنكوبة إثر الزلزال الأخير. من أول ما صارت الفكرة نحن أطلقنا حملة سميناها لتكن غيثاً، كانت هي استجابة طارئة للزلزال. طلعنا قافلتين واليوم عم نشتغل لقافلة جديدة. القافلتين اللي كانوا قبل هن كانوا فيهم كافة المواد اللي يحتاجها أي شخص، يعني من غذائيات، من ملابس، من فرش، من أدوية، من مواد متعلقة بالأطفال. بالحملة الثانية نحن وعم نجهز لها لقينا أنه في شرخ أغلبية الفرق أو الجمعيات ما انتبهت له، وهذا بين معي لما طلعت أنا صرت وزع مساعدات بحلب أنه الأطفال مهمشين كانوا بهالفترة. فريق مارت التطوعي وبتوزيع للمهام وتنسيق للأدوار عمل على تقديم مساعدات للأطفال في مدينة حلب المنكوبة، وتنوعت المساعدات من هدايا وغذائيات وألعاب وبصورة جميلة تترك أثراً عند متلقيها. نحن بمحاولة بسيطة جداً عم نحاول ندخل السعادة لقلوب أطفالنا بحلب من خلال الشغلات الرمزية اللي بتسعد هذا الطفل. بتجينا مساهمات كتير كبيرة، فمنشتغل بفرزة، منفرز الثياب اللي بتكون بالية كتير من قيمة على جنب، لأنه أكيد ما رح نقدمها للناس، ونحن وقت نقدم نحن عم نقدم بكل حب، فأكيد ما رح نعطيهم شي بالي. عم نجهز للأطفال، لقافلة الأطفال، عم نجهز لهم أكلات طيبة وعم نجهزها طبعا بكل حب، لأنه أكيد لما بدك تقدمي لشخص فبدك تقدمي له بكل حب، وهذا الطفل بدنا نعتبره طفلنا، فوقت نجهزه عم نجهزهم، وحتى أنه عملنا لهم هيك شغلات مشان يلاقوها شيء كتير حلو. جهود مستمرة ومتواصلة للأعمال الخيرية والإنسانية، سواء من فريق مارت التطوعي أو من فرق أخرى، وهدفها واحد، تقديم العون والمساعدة لمحتاجها.